وسهلا فيكم بحلقة جديدة من The Pain Podcast. اليوم معنا دكتور علي البلوشي. كيفك دكتور؟ يا مرحبا، اهلا وسهلا. شو اخبارك؟ الله يسلمك. Thank you very فيك much. تعرفنا عن حالك؟ معاكم مع علي البلوشي، استشاري جراحة العظام والمفاصل. صار لي صراحة الحين يمكن عقدين من الزمان اعالج مشاكل الركب والورك. درست في ايرلندا وتخصصت جراحة العظام والمفاصل من كندا تورونتو، وصار لي في الامارات الحين تقريبا من 2008. الحمد لله. Doing great. يعني it's great to get back home give something back really. It's been amazing journey. Yeah. So you're a hero for many patients اللي عندهم مشاكل بالركب. والله الحمد لله الحمد لله. يعني we are blessed, you know. يعني الدولة طبعا طرشتنا الأفضل الأماكن. ندرس وتخصص ونكسب خبرة. ولما رجعنا الإمارات ما شاء الله حصلنا يعني بيئة جاهزة مشجعة محفزة. وعدنا حالات كثيرة محتاجة رعاية وعناية صحية. وطبعا هذه كلها كانوا يروحون في الخارج، فاستقطابهم وعلاجهم في الداخل كان في البداية شوية يعني challenging. بس بالعكس يعني مرحبين جدا، وما شاء الله الحين يعني ما حد يروح البرع كلهم يتعالجون هني. بالعكس يعني ناس تروح برا وترجع يقول لا والله نحن نفضل نسويه هني. طبعا الامارات استقطبت افضل الدكتورز والثيرابيست اراوند ذا وورلد. مش ابسولوتلي. وبعدين تعرف الحين الكوفيد اجى صراحه اثبت هالشيء ان نحن في مقدمه الدول. وي ار نوت ديفلوبد، وي ار نوت ديفلوبينج كونتري، وي ار ديفلوبد اون ذا توب. ابسولوتلي ابسولوتلي. من اللوجيستكس، من البوليسي ميكرز، من دعم الشيوخ، من كل شيء. يعني الحمد لله يعني وي ار ريلي ذير. يس اند ايفري ونز جلاد تو بي هير. ابسولوتلي. يعني نحن بدينا مشوار جلب الروبوت إلى الإمارات في 2018، وكان أول استخدام للروبوت في الشرق الأوسط وجراحة المفاصل والركب الصناعية. وهذا الشيء يعني حطانا حتى الحين على البلوشي لما أسافر أعطي محاضرات، فعندنا الحمد لله داتا كبيرة. يعني الحين ما شاء الله فوق 1500 حالة عمليات الركب الصناعية باستخدام الروبوت، وعندنا داتا، جمعنا الداتا خلال السنين هاي. فالحمد لله يعني أقدر أقول لك يعني في الإيمية ماركت اللي هو اليوروب ميدل إيست أفريكا، الحمد لله على الفوليوم هذا في الروبوتك براكتس is number one. فthat's something I'm really proud of. الحمد لله. دكتور اليوم نحن رح نكون عم نحكي عن الركب، وأنت متخصص بتغيير الركبة. أوكي. يعني أنا نقل لي إنه he's the best. الله يسلمك. One of the best. For sure. تغيير الركبة بيوصل لعند المريض بآخر مرحلة الركبة. أكيد. نحن شوي بدنا نحكي اليوم من أول ما الواحد بيخلق عنده ركبة منيحة. صحيح. بدنا نحكي شوي جيرني بهاي الحلقة. ليش بيوصل الواحد لمحل انه يغير ركبة؟ وبدنا نحكي قبل ما يغير ركبة شو المفروض يكون عم يعمل، ومين لازم يغير ركبة، وبعد ما يغير ركبة المشاكل اللي بتكون موجودة بعد تغيير ركبة، اذا بقى في اوجاع او هيك، كيف فينا نعمل كنترول قبل ما يصير قبل تغيير الركبة، شو فينا نساعد المريض، وبعد تغيير الركبة اذا بقى في اوجاع كيف فينا نعمل كنترول عليها. اكيد. طبعا اول شيء نحن ليش نغير الركبة؟ نغير الركب لما المريض يوصل مرحلة عنده خشونة يسمونها خشونة المفاصل. رب العالمين خلقنا هذه اللي هي عظمة المفصل في طبقة عازلة. الطبقة العازلة هاي اللي هي ايدي تقريبا سمكها يمكن 4-5 ملي، مغلفة لسطح المفصل، العظمة اللي فوق العظمة اللي تحت، بحيث انه ما يلامسوا بعض. الغضروف هاي سبحان الله ما في اعصاب. اوكي. والدم حتى ما يجي له الا من العظم. فمع العمر تقشر سطح المفصل، وفي أسباب ثانية مثل الوزن الزايد، إصابات رياضية، تقوسات في سطح المفصل بحيث أنه يكون ضغط عالي على المفصل، فهذا يؤدي إلى تقشر سطح المفصل. وطبعا مع العمر الإنسان لما يكبر بالعمر وعنده العوامل هاي يبدأ تدريجيا يزيد. لما يوصل مرحلة أن القشرة هاي راحت بالكامل خلاص، العظم يضرب بعض والتقوس زاد والحركة قلت، بحيث أنها تتعارض مع طبيعة الحياة اليومية وظائف اليومية، فالمريض لازم يلجأ للحلول الجراحية، لأن إلى الآن للأسف ما عندنا شيء يبني الغضروف يرجع مثل ما كان طبيعي. فالبداية طبعا الناس تجي يعني سنها صغير، ممكن يكون عنده تقوس بعد ما بدأت الخشونة، فهي يعني عيوننا عندهم آلام مع الرياضة. فنحن نسوي فحوصات بسيطة، نكشف فحص السريري والأشعة ويبين التشخيص.
فإذا اكتشفنا أن عنده تقوس حاد وما زالت الغضاريف كويسة، نحن ممكن نحافظ على الغضاريف بعمليات تصحيحية للتقوس. أي. في مرضى ثانيين تجي والله وزنها زايد. طبعاً مع التقوس بيصير في ضغط على غضروف أكثر من غضروف، من الجوانة أكثر من البرانة، أو العكس إذا الركبة لبرة. 100% رب العالمين خلقنا يكون في توازن في الوزن في المفصل الركبة. 60% الجانب الداخلي و 40% الجانب الخارجي. هذا الناس اللي رجولها سيدة. إذا زادت جالسة صح. فإذا مش جالسة صح يكون مثلاً إذا زاد 6 درجات تقوس داخلي يكون الضغط على المفصل الجواني 100%. فمع رياضات الجري مع الوزن الزايد فيكون عندهم آلام. فهذه اللي إذا جونا بدري وشفنا الغضروف كويس نصلح التقوس وما رح يعاني من خشونة مفصل مبكرة. فهي لأن لما يجوني أنا بنبسط لأن we are saving the cartilage. يجوك بكير بوقت بكير. مبكر مش بآخر شيء. Absolutely. بيجوني يعني عمرهم تقريبا 24 until 35 وstill they have good cartilage. I really happy to see these guys. ونعطيهم الحلول اللي نحن نحافظ على الغضروف. في شغلة أنت قلتها الجري. في ناس كتير بتركض ماراثون. أنا دايما بسأل إنه نحنا يعني هذا شوي خاص برأيي الشخصي بس نحنا نمشي على أجرتين unlike maybe animals or هيك إنه four اللي بيوزعوا وزنهم على 4 محلات. هل الجري أنت كنت عم تقول إنه بيأثر على الركبة، هل الجري فعليا اللي بيركضوا ماراثونز وهيك معرضين أكتر إنه يصير عندهم خشونة بالركبة أو مشاكل بالركبة؟ طبعا اذا كان عنده يعني ما عنده تقوس حاد في الرجل يعني طبيعي وعضلاته قويه وزنه مش زايد يتمرن تمرين سليم ما يعرض ان نفسه يأهل نفسه الماراثون فتره قصيره يأثر يعني حضر حاله الماراثون فتره بحيث انه خلاص يصبح كما ماراثون رانر. فبروبر تريننج وسترينثنينج طبعا والستريتشنج وهي شغلات مهمه جدا عدم تعرضه للاصابات. إذا كان رجله طبيعية وما في أي شيء بالعكس الماراثون رانينج ريكومندد. ليش؟ لأن هذا جزء من الـ طبعا الناس اللي تجري يرتفع عندها الاندورفينز هرمون السعادة. فبيكون يعني بالعكس يعني it's gonna be very happy guy. وهي للناس اللي تجري دائما ولما يجوني عمرهم 50 بتأثر ويكون عنده خشونة مفصل وأقول له لا تجري يعني فيقول لي لا you better يعني تذبحني ولا تخليني أوقف جري. فأقول له أوكي بدال ما تجري والله ماراثون مثلا فترات قصيرة طولها يعني مثلا ما تجري كل أسبوع في مريض يجيني والله أنا أجري يوميا 12 كيلو قلنا أوكي you could make it once a week twice a week make it once a month but you still run بس you space it out you give time for the body to recover absolutely الريكفري تعرف أنت أهم شيء الريكفري بعد الرياضات وايد مهمة وخاصة الحين يعني نحن عندنا ما شاء الله الريكفري مع الفيزيوثيرابي والعلاج الطبيعي الممتاز وال الكرايوثيرابي والفريزينج ذا اريا كولينج داون ذا اريا ذس اول هيلب يعني بس طبعا الانسان دائما يعني يقول لك الانسان طبيب روحه فانا انا مثلا كنت العب كره لين وصلت تقريبا 36 بعد 36 كل ما العب كره ارجع احط ايس على ركبي وركبي توجعني وتجيني اصابات كثيره فقلت خلاص يو نو وات ميبي ايل سويتش فحولت من رياضه كره القدم بلعب والله كنت بلعب اندورز سداسيات انتل 40 45 بعدين قلت اوكي 45 سداسيات استوت مؤلمة اوكي لمي العب طائرة بس على البيتش and that's good فيو هاف تو شوف انت روحك كيف يعني يو هاف تو لسن تو يور بودي لازم تشوف جسمك اللي يعطيك اشارات عندك الام يو هاف تو يعني ريسبكت ذات. وشو الاصابات اللي هي بتصير بالركبة اللي انت مثلا على عمر صغير وبتقول هذا الشخص انا اكيد راح اشوفه بعد 20 سنة اذا الله يعني بتقول بعد 20 سنة هذا المريض أنا أكيد راح أرجع أشوفه وراح بده غيار ركبة. أيوة فتعرف طول العمر أول شيء تجينا الحالات إصابات مثلا أكثر رياضة في المنطقة هي كرة القدم بعد ذلك الحين الناس حابين على البادل سبورتس على الجيجيتسو فكل يعني أي إصابة إذا أنت تجيك جاتك إصابة في الرباط الصليبي هذول المرضى أنا أنصحهم لو نحن رجعنا بناء الرباط الصليبي راح نحافظ أنه ما يستوي عنده خشونة مفصل فهذا مهم جدا. ثاني شيء الناس اللي تجينا عندها تمزق الغضاريف ضروري نحن نكتشف هالشيء ونخيط الغضروف. في السابق نحن كنا ندخل نشيل الغضروف. الغضروف له وظيفة مهمة جدا يعني وظيفة الغضروف الهلالي شك أبزوربر يمتص الصدمات في نفس الوقت يعطيك ثبات للركبة مع الرباط الصليبي بيساعد الرباط الصليبي. فإذا الغضروف الهلالي نحن دخلنا وعنده تمزق وشليناه هذا المريض معرض لخشونة مفصل بعد 10-15 سنة محتم. فهذا المريض إذا نحن ما قدرنا نخيط الغضروف لسبب أنه كان جدا مدمر ما بيتخيط فأقول له صراحة يعني أنت اللي شفناه داخل نحن
we did our best, we couldn't save your meniscus. ما حافظنا على الظروف، لازم نشيله أساس الآلام تروح. فضروري إنك أنت تحول من الهاي إمباكت سبورت إلى اللو إمباكت سبورت، يعني تحول من الجري إلى رياضة مثل السايكلينج، السباحة. You shouldn't stop sports. لأن once you stop sports، خاصة المشي والسايكلينج والسباحة، يعني أنت الوزن راح يزيد، العضلات راح تضعف، راح تطلع لك مشاكل ثانية. فضروري خليك على الإمباكت سبورتس ولا توقف الرياضة. إيه لا، إنك يعني الوزن يزيد وتضعف العضلات إيه أسوأ للركبة. إيه فأقول له غير الرياضة، غير الرياضة من رياضة الإمباكت سبورتس إلى رياضة ما فيها إمباكت عالي. فيعني الحمد لله، يعني نشوف إن إحنا عندنا في الإمارات نحن ويا ريلي بلاست، الله يحفظه ويطول عمره الشيخ حمدان محمد بن راشد، يعني السايكلينج تراك في كل مكان. وهاي بلسنج، يعني الحين الناس ما عندها ألثة، والله سوري ما عندي شو أمارس شوي رياضة. فعندنا ما شاء الله التراكات الموجودة في الحدائق كلها فيها الفلين، التراكات الموجودة على البيتش فيها الفلين، في عندنا سايكلينج تراكس، فنو اكسكيوز. إن شاء الله كل الوطن العربي بيصير عندهم إن شاء الله، ليش لا، نفس الفيجن. هي لأن شوف يعني أنت لما تمارس الرياضة السليمة اللي تناسب جسمك، بالعكس هذا وايد مهم للسعادة. أنت تكون يعني أول شيء هيلثي، ما تجيك الأمراض، وتكون داخلك عندك هرمون السعادة، ففي هذا طاقة إيجابية وهابينس كم مذن يعني. يس ديفينتلي. سو الله يطول بعونهم، وإن شاء الله it would be a good example for other countries to follow. كمان absolutely. Absolutely. كنا كمان بدنا نحكي عن مثلا مشاكل بالركبة، خلينا نقول مثل مثال instability، عدم الثبات الركبة. في ناس بيصير عندهم إصابات بيلو الركبة مثلا، بيصير في ارتخاء بالرباطات مثلا. في الأشخاص اللي أعمارهم كبيرة مثلا كمان عندهم weakness بالmuscles. فشو كمان فيك تنصحهم يعني على المشاكل اللي هي instabilities؟ إيه، فعدم الثبات دائما لما يجيني مريض يشتكي من عدم الثبات، نفحص الركبة ونشوف العدم الثبات جاي منين. نحن عندنا طبعا في الركبة مثلا، لو ناخذ فقط الركبة، في أربع أربطة عندك: الرباط الجانبي الداخلي الميديال كولاترال واللاترال كولاترال الجانبي الخارجي، ورباط الصليب الأمامي والخلفي الACL والVCL. فهيلا ضروريا كلهم يكونوا موجودين أساس الركبة تكون ثابتة أثناء الحركة، وإنك تمارس كل الرياضات بدون أي تحفظ. يعني رباط الصليب الأمامي يعني very common، يستوي له، شائع جدا إلى إصابات. فأنا أنصح أي واحد عنده رباط صليبي لا يتخوف إنه يسوي عملية رباط صليبي، لأن لو سوى عملية رباط صليبي أنت تحافظ على ثبات الركبة، إنه ما تفلت أو تفرط عليه أو تكون فيها عدم ثبات، لأن هذا يؤدي إلى واحد تمزق في الغضاريف الهلالية اللي ذكرناها جدا مهم. في نفس الوقت يكون في shear forces اللي هو انزلاق على الغضروف، فيبدأ الغضروف يروح يتزلق. فننصح أن بناء الرباط الصليبي جدا مهم. عمليات بناء الرباط الصليبي استوت سهلة وروتينية وبسيطة، والمعدات والتقنيات الموجودة حاليا، يعني عملية تأخذ 45 دقيقة إلى ساعة، تأهيل علاج طبيعي ستريت فورورد، خلال شهرين يكون خلاص بدون عكاكيز بدون أي شيء، بعدين تقوية العضلات أنه يرجع يمارس الكرة. طبعا نحن ننصح لا يرجع قبل 6 شهور، يعني 9 شهور هو المدة الزمنية المعقولة. بس إذا مستعجل كثير وهو بروفيشنال إليت سبورت أثليت مع الطاقم اللي حواليه مؤهل إنه يرجع 6 شهور، ممكن 6 شهور، بس عادة نقول له 9 شهور. وشو رأيك بالستمسلز؟ كثير عم بيكون في حكي عليها. ايه. الحين شوف، الحين الستمسلز إذا بتقول لي هل هي خلايا جذعية لحتى الناس؟ الحين شوف، الناس تقول خلايا جذعية، أنا أقول لازم نفرق بين الستام سيلز الخلايا الجذعية والبي آر بي اللي هي الصفائح، مختلفين نهائيا. ما نقدر نقول لحظة نحن نعطي خلايا جذعية ونحن قاعد نعطي صفائح. وإذا نعطي خلايا جذعية، وين قاعد نجيب الخلايا الجذعية؟ هل هي خلايا جذعية جنينية أو خلايا جذعية مأخوذة من الحوض أدلت؟ فهي جدا مهمة التمييز. فطبعا في يعني الوطن العربي وحتى في العالم كله، يعني نحن جربنا الخلايا الجذعية من الجنين وما شفنا أنها يعني هي تبني الغضروف وترجع الغضروف طبيعي 100%. الخلايا الجذعية اللي نحن نأخذها من الحوض نحطها في المفصل، نفس الشيء، ما تجدد الغضروف، ما تبني الغضروف. البي آر بي الصفائح ما تبني الغضروف. الإبر الزيتية ما تبني الغضروف، بتساعد بالأوتار. أيوة، شو وظيفها؟ الحين نبدأ مثلا الإبرة الزيتية علاج لخشونة المفاصل. لما نحن نعطي المريض أدوية وحبوب ومسكنات وما تسكن الألم، فالمريض هذا نحن ننصحه أوكي الحين ما في يعني إذا راح تأخذ نان ستيرويدال مثل فولترين والسيلبريكس هذه المواد، هاي تأثر على الكلى على المعدة، إذا تأخذها بشكل يومي راح تسبب لك ضرر كبير ثاني.
فنحن إذا كان سن صغير وغير مناسب للعملية أو أن الخشونة مش سيئة جدا ممكن نحن نعطي الإبرة الزيتية، فهي تعطي مثل شك أبزوربر يمتص الصدمات فيخفف الألم، بس يخفف الألم بس من نعالج ما يبني الغضروف بس يخفف الألم، فعلاج كويس لتخفيف الألم. نجي والمحافظة على المحافظة على الرياضة والقوة العضلات والوزن الهايدرونيك أسد، يعني الانجكشنز كمان ممكن يساعده أنه ما يخرب الغضروف بزمن قليل، يعني ما تبني الغضروف بس ما يمنع الخشونة فهي جدا ضرورية. أوكي. فأنا أعطي للمريض لتخفيف الألام وأقول له في نفس الوقت حافظ على المشي، حافظ على الوزن، حافظ على تقوية العضلات. البي ار بي هم نفس الشيء، خفف الالم بس ما يبني الغضروف، ما يحافظ على الغضروف. نجي الى الخلايا الجذعيه الهيموبايتك، تاخذها من الحوض او تاخذها من اجنه، يعتمد على نسبه الخشونه في المفصل، هاي ستيل اكسبيرمنتال. اذا حد عنده خشونه بسيطه جدا واذا تعطيها في الوقت المناسب والتاهيل علاج طبيعي ممكن، بس الى الان هل في دراسه سوت وعطوا الخلايا الجذعية وبعد 5 سنين الغضروف استوى طبيعي 100%؟ مع 5 سنين فولو اب ما عندنا هالدراسة إلى الآن. فمعناته إيش؟ it doesn't work. زين. it helps. يعني يساعد الآلام تخف، يساعد إن الحركة تكون أحسن، بس فترة زمنية وترجع. فدائما أنا أقول لهم يعني أنت لا تركض ورا الأمور هاي إن هي راح تبني الغضروف تجدد الغضروف، أنت لازم تعدل الوزن حياتك. رقم واحد حياتك انت ضبط اول شيء الوزن، ضبط الوزن هاي نمبر 1. رقم 2 سوي رياضات مناسبه تقوي العضلات. رقم 3 انت كم عمرك؟ سوي الرياضه اللي بدون الام. اي رياضه بدون الام افضل من رياضه مع الام. وهل الغضروف عنده القابليه للصلاه؟ نحن عندنا الصلاه، الصلاه بيجونا ناس كثير والله انا ما اقدر اصلي ابا ابره، أقول له إنزين كم تمشي؟ أمشي 10 كيلو ما عندي مشكلة، بس في الصلاة ما أقدر. سوينا الإمراي فيه خشونة بسيطة في المفصل، فأنا أقول له صراحة رب العالمين يتقبل صلاتك أنت، يعني ممكن تسجد سجود عادي وتشهد على كرسي، مش لازم إن هي الصلاة عبادة روحية وليست عبادة جسدية. فهي تثقيف المريض جدا مهم جدا، يعني نحن قاعد مع المريض أثقف فيه أساس أنه هو يفهم شو عنده. المشكلة صايرة الحين خاصة في كثير بلدان فيها تأمين صحي استوت بزنس and this is not the right way. يعني أنا جيني مريض يقول لي والله أنا أخذت إبرة، الإبرة تبني الغضروف. يعني who told you this؟ أنا إذا عندي إبرة تبني الغضروف أنا I will stop operating. بقعد بالعيادة وأضرب الناس كلها إبر. I'm advocate for not operating. بس للأسف يعني ما عندنا. شو رأيك بالبيلز اللي بياخذوها المرضى على مدى طويل؟ جلوكوزامين، كوندروتين. اي فهذه طويل العمر عندك الجلوكوزامين كوندرويدين سلفيت. في عدة برودكتس موجودة في الماركت وعدة شركات موجودة في الماركت، في السائل وفي الحبوب، وتاخذها وانه يمنع خشونة المفصل. فكل الدراسات طبعا بايست معمولة من الشركات نفسها. زين. وما عندنا في كونفاوندينج فاكتور، يعني في عوامل اخرى ممكن تكون موجودة تأثر في المريض، فممكن في بلاسيبو افكت. فنحن نعرف شغلة واحدة، في دراسات ضعيفة موجودة ان الناس اللي خذت الامور هاي الخشونة ما زادت، بطأ الموضوع عندها. بس في كونفاوندينج فاكتورز، في بايس فيها، مش يعني مش ليفل 1 ايفيدنس نعملها بس للمرضى يقدروا يفهموها. الناس تقدر تفهمها انه الشركة هن عاملين الدراسات، فاكيد بكونوا متجهين بالدراسة اكثر للمرضى، مثلا عطينا الدواء اكثر للمرضى اللي هن عندهم احتمال انه يتحسنوا، المرضى اللي هن ما في امل انه يتحسنوا بيعطوهم دواء ثاني. يعني لو اخذنا المريض اللي اعطيناه الدواء والمريض اللي ما اعطيناه الدواء بشوفوا بيعمل على فتره طويله 10 سنين هذا والله صار فيه خشونه، هذا ما صار فيه خشونه، بكونوا منقين المرضى. هل عندنا هالدراسه هاي؟ ما موجوده. دبل بلايندد دبل ما عندنا. فنحن شو نقول؟ انا اقول للمريض هل الادويه عباره عن فيتامينات؟ الفيتامينات هاي مواد موجوده داخل المفصل، نحن نعرف هاي مواد موجوده في تكوين السائل موجود في المفصل. فإذا أنت بتأخذها وما عندها أي أثر سلبية، وأنت لما أخذتها بعد فترة 3 شهور حسيت فرق كبير، خذها يوميا ما شيء أي مشاكل، و300 درهم في الشهر. It's okay. فبس إذا أنك تأخذها 3 شهور وتحس ما في فائدة، فإذن خلاص أول أقول المريض وقف. لا حتى بعتقد هو تقيل على ممكن في ناس بيأثر على السكر أو على المعدة. في ناس تقول والله المعدة في البداية أول شهر وبعدين يتعدل. ف
أنا صراحة أكتبه، موني ما أكتبه، بس أقول للمريض يعني سوي الأمور الوالدة. شوف إذا أنت واحد من المرضى اللي بيستفيدوا. إيه والله، هي في يعني ساعات تجيك حالات، يعني جاني مريض والله يقول لي علي البلوش أنت سويت لي معجزة، أنا كانت ركبتي تطلع أصوات، أعطتني هالدواء وشل الأصوات نهائيا. فيخليني أنا حتى أفكر في كلام هال يعني أقول الحين يمكن he's right. فأنا دائما أقول المريض خذه ما له مضرة، and test yourself after 3 months. بس مو انك تاخذ الحبه ما تنزل الوزن ما تقوي العضلات، هذا بتغني عن ما بتغني، هذه نمبر 1 يعني. الوزن is like the biggest problem, the biggest problem, weakness of the muscles. yeah. خاصه شفناها بعد الكوفيد، يمكن حتى كمعالج طبيعي شفته، الناس وزنها زاد، العضلات ضعفت، والالام المفاصل زادت، والام الظهر زادت يلسة. فالرياضه جدا مهمه، بس الرياضه السليمه جدا مهمه. في اوقات المرضى بيكونوا طبعا عند عم بياخذوا اراء مختلفه، بعض الحكماء بيقولوا let me give you an a cortisone injection. yeah. السؤال هو مش اذا الكورتيزون رح يساعد ولا لا، لانه هذا اراء مختلفه ويمكن حسب الكيس وحسب المريض، بس السؤال هو هل الكورتيزون، نعرف انه هو بنشف المفصل او بيعمل دراينس، هل الكورتيزون ممكن انه يزيد الاحتمال انه المريض يوصل لمحل بده يغير الركبه؟ في دراسة سووها تعطي الكورتيزون للمفصل بينحف الفوليوم تبع الغضروف، يعني بينحف الغضروف مش حتى المية، حتى بينحف الغضروف، فأنت قد ساعد بنشفه بيساعد على خشونة المفاصل. فأنا صراحة إبرة الكورتيزون ما أعطيها إلا للناس اللي عندها روماتيزم، لأن عندها الأغشية الموجودة في المفصل ملتهبة، فنحن نشل الالتهاب الموجود في الغشاء في السينوفيوم. الناس اللي عندها سينوفايتس، روماتويد أرترايتس، اللوبس، روماتولوجيكال كونديشنز، هاي اللي بيستفيدوا من الإبر الكورتيزون. فأنا أعطيها أول شيء للناس هذولا. الناس اللي عندها خشونة مفصل أحاول أتجنبها، لأن الكورتيزون بينقص الغضروف، بينحف الغضروف. بس في ساعات أنت تعطي حتى إبر مثلاً البي آر بي، أو أعطيت إبر الزيتية ويستوي عندهم تحسس المفصل، فممكن نلجأ للإبر الكورتيزون كمعالج للألم والالتهاب اللي بيحصل أثر عكسي للإبر. بس الكورتيزون يعني سوء استخدامه كثير، يعني الناس تعطي كورتيزون في الركبة كأنه يعني ولا شيء، يعني وله فائدة، المريض بيحس ممتاز أول 3 أشهر، بيحس روحه لأن بعدين داون ذا هيل، بعدين داون ذا هيل. فتثقيف المريض جدا مهم، يعني إبر الكورتيزون نحن نعرف، وفي ستاديز بيك ستاديز إنه بتنحف الغضروف. أوكي، كم بعد في سؤال بدي أسأله؟ في انا قريت دراسه، يعني شفت كنت انه في دراسات عم تنعمل او ستاديز عم بجربوا انه يعملوها، يبنوا غضروف اصطناعي بدل ما يغيروا كل الركبه. لوين وصلنا بهذه الدراسات؟ والله الحين الى الان يعني نحن عندنا في سكافولد مثل مواد صناعيه كولاجين، ونحط معها فايبرين كلوت ونحطها بالمفصل، ف بتساعد. بس إلى الآن يعني هاي يعني نجاحها بيعتمد على أول شيء نسبة الخشونة شو الكثر، هل هي خشونة بسيطة صغيرة في مساحة صغيرة، كيف تقوس الريل. فأنا أشوف أن إذا كان سن المريض صغير جدا، عنده قشرة المفصل رايحة بشكل كبير، تصحيح تقوس الريل جدا مهم، وهذا ممكن نعمله يعني إذا ما في بدائل. دائما أنا أفضل الحلول نحن نأخذ الغضروف من عند المريض نفسه. ففي اللي يسمونه الموزيكوبلاستي، ناخذ الغضاريف من الركبه نفسها ونحولها، ناخذها من الاماكن اللي ما عليها وزن نجيب الاماكن اللي عليها وزن. لان هاي لها فرصه اكبر، لانها بيولوجيكال من عند المريض نفسه. هاي لها يعني مساحه تقريبا 2 سنتي، اذا فوق 2 سنتي اذا فوق ال 2 سنتي ما تقدر تاخذها من نفس المريض، لان مساحه كبيره. فهالحالات هاي يسمون حاله يسمونها كوندروسايت امبلانتيشن. اوكي، كوندروسايت امبلانتيشن، فبياخذوا قشره المفصل وياخذوا غضروف مكان ثاني بيزرعوه بيحطوه. بس طبعا هذه محتاجه حتى تصحيح الرجل جدا مهم، وهاي للحالات اللي تكون فيها المكان اللي رايح الغضروف فوق 2 سنتي. فالحالات هاي تفيد، وفي دراسات تبين ان نتائجها جدا ممتازه. بس طبعا كيس باي كيس يعني. ما دائما يعني حسب الحاله، على حسب الحاله حسب بس صراحه اتس ا جود سولوشن. يعني نحن دائما نبدا نحافظ على الغضاريف، نسوي العمليات اللي تبني الغضروف، اللي هي مثلا مايكرو فراكتشر، تحفيز المنطقه هاي بالابر نحن نعطيها بالمفصل، تصحيح مسار الرجل. وبعدين اذا كان الغضروف رايح 2 سنتي اقل عن 2 سنتي ممكن ناخذ موزيك بلاستي. فوق 2 سنتي نروح للكوندروسايت امبلانتيشن.
إذا كان سن المريض صغير. أما إذا كان سن المريض مناسب، يعني المريض اللي فوق 40، ممكن نعمل له مفصل جزئي في اكزامل نص مفصل، نص مفصل، فتحافظ على الرباط الصليبي الأمامي والخلفي، الغضاريف الأخرى، فيعطي آلام تروح نهائيا، والمفصل يعمر مع المريض 15 سنة يوصل إلى سن 60. بعد 60 يوصل فوق 60، ممكن إذا المفصل فك ممكن تشيل نص مفصل وتحط مفصل أولي. فهذا فائدة الروبوت. يعني أنا من جبت الروبوت من 2018 أنا كنت أعمل مفاصل جزئية 5% من حالاتي العامة، أما الآن 20%. ليش؟ لأن الروبوت أعطانا ثقة بالعملية، بحيث أن الدقة فأنت بتخطط بشكل دقيق وتنفذ بشكل دقيق. ركبة مفصل عليه وزن كتير، يعني أي عليه وزن أي كتير، أي أنجل معينة يعني البريسيجن اللي بيعطيك بالروبوتكس خلى المفصل الجزئي يعمر أكثر، والأخطاء البشرية اللي بتحصل راحت استوت انعدمت. فهاي جلوبال نشوف المفاصل الجزئية زادت بوجود الروبوت، وقلت العمليات اللي بيعملوها نتيجة الأخطاء الطبية اللي تحصل. وعلى عمر صغير أنت كنت عم تقول شغلة إنه التقوس الركبة هو من أكثر الأسباب اللي بيسبب إنه خشونة الركبة أو ذوبان بالغضروف. صحيح. هيك نقولها بطريقة بسيطة. كيف لأي درجة بيكون في الواحد يصححها بلا جراحة، ولأي درجة بيكون من التقوس لازم إنه يكون في تدخل جراحي على عمر صغير؟ صح. فطبعا اي تقوس فوق، انا اعتبره فوق 8 درجات افضل تسوي له عمليه. يعني 5 و6 درجات ما انصح فيها، لان هاي تقوس طبيعي موجود، وهاي للعيبه، لعيبه كره بروفيشنال نفس ميسي وغيرهم. بس الناس اللي عندها فوق 8 درجات وعندها الام ما زال الغضروف كويس وعنده الم حركه يوميه حتى مع المشي الطويل او الرياضات، انا انصح تصحيح الرجل. يوصلوا فوق 40 عند التقوس مع خشونة، وعند التقوس فوق 12 درجة ما بنصح مفاصل جزئية، أنصح تصحيح الرجل. أوكي، بحيث نحن نصحح الرجل ونشوف كيف هو بعد سنة سنتين ثلاث. هي عملية الوجه، ما هيك الوجه هذا إيه الأوستيوتومي. ففي ناس سوي لها الأوستيوتومي وما تصححها، أوفر كوركشن سويها، بس كوركشن إن تكون 1 degree virus، يعني مثلا اللي كان 10 أو 15 أو 16 نجيبه مثلا 1 degree virus. إذا كانت الخشونة سيئة بعد مرور 2-3 ممكن نحن نعمل مفصل جزئي. فهو 50 سنة أخذ مفصل جزئي، سويت له تصحيح للتقوس العالي. أما إذا كان تقوس بسيط أقل عن 10 درجات، سنة مناسب، عنده خشونة سيئة عظم على عظم، مفصل جزئي أفضل شيء. بعدين الناس اللي عنده طبعا ثلاث غرفتين والثلاثة طالعين يعني فيها خشونة وتقشر، نحن تقشر نسوي لها مفصل كامل. نحكي عن التغيير المفصل الكامل، لأنه بعتقد بهم جزء كبير من الناس بالوطن العربي وصلوا لعمر، يعني بتلاقي على الكومنتس مثلا بالهذا ولدتي عندها خشونة بالمفصل كذا، عرفت يعني كتير. صحيح. في صحيح. ناس عندها مشاكل بالركب، بالذات الجيل القديم كان يمكن ما يعملوا رياضة، وزنه زايد، أكلهم غلط، حركتهم غلط. فنحكي عن تغيير المفصل الكامل وقت الركبة بتكون دمرت. شو العوارض اللي بحس فيها المريض اللي هو المفروض انه خلص، يعني كحركة كوجع كهيك، وطبعا الأشياء التشخيصية اللي بتصير بالعيادة وبالتصوير. صحيح. طبعا أول شيء بيجون بآلام، آلام في الركبة مع الحركة اليومية، التيبس في المفصل أول ما يفيق من الصباح أو إذا قاعد بياكل، أول ما يقوم يحس الركبة ناشفة يابسة، قلة الحركة ما تنثني معاه بالكامل على أساس أنه يصلي عليها، بدأت تكون أوستيوفايتس تمنع الحركة. طبعا الورمة بالركبة، هي كلها أعراض. بعدين بالفحص السريري يبين التقوس، يبين الصوت اللي بيطلع في الركبة أثناء الحركة. وبعد ذلك طبعا نشيك إنه ما عنده مشاكل في الأعصاب والشرايين، كل شيء تمام. نسوي الأشعة السينية ويبين فيها التقوس الريل ويبين فيها الخشونة السيئة. الناس اللي تستفيد من عملية المفاصل الصناعية بالكامل اللي عندها خشونة عظم على عظم. ما في غضروف، هاي لما تسوي لهم العملية المريض ينبسط ويكون مرتاح ومبسوط جدا من العملية. في ناس تجيني مسوي له عمليات مفاصل صناعية وأشوف الأشعة بعد العملية، أشوف الأشعة ممتازة بس المريض ما زال يعاني من ألم. هاي ستة. فأنا أقول له ليش ما زلت تعاني من الألم؟ يبي له الأشعة ما قبل العملية. لما يجيبوا الأشعة ما قبل العملية الغضاريف ما زالت موجودة، خشونة بسيطة، فالاستعجال في العملية يسبب عدم رضا المريض. المريض مش جاهز للعملية. فأنا أشوفه لازم يكون معادلة متساوية. عنده خشونة سيئة بالأشعة، فحص السريري واضح،
الآلام عنده وصلت مرحلة أنه تعارض مع الطبيعة الحياة اليومية. يعني مثلا والله يقول لك 20-30 دقيقة ما أقدر أمشي. أنا ما أقول لك يعني في حد جاني زين هذا المريض يعني challenged me. طبعا جاني وعنده خشونة الأشعة سيئة بس يقول لي أنا أمشي ما شاء الله 18 كيلو في اليوم وأمشي مع أصدقائي وسافر وروح باريس وروح هني هناك أمشي 16-18 كيلو وأعمل بايسيكل في الأسبوع حوالي 50-60 كيلو. أقول له ما شاء الله يعني ممتاز أنت مو بجاهز للعمليات المفاصل. طبعا هو وزن ممتاز ورياضي وكويس. جاني بعد 6 شهور قال كل مكان رحت في أمريكا كل مكان قال لازم أسوي العملية وأنا ما بسوي العملية إلا عندك لأن أسويها بالروبوت وأنت قاعد تسويها وأنا عندي ثقة فيك أنك أنا سويت العملية I'm gonna be happy. فقلت له خلاص شوف الأشعة واضح فيها إنسان بس أنت نشاطك عالي أنا ما أضمن أنت راح ترجع للنشاط العالي هذا بس إذا نحن يعني عندك الأشعة فيها خشونة سيئة فنحن لو لبسنا إن شاء الله راح ترجع. فاللي عجبني فيه إنه هو يعني عارف نفسه الإنسان طبيب نفسه فهو عارف إنه هو المشي ما راح يقدر يودره والسايكلينج بيحبه كتير وبيحب السفر فبدأ المسافة تقل عنده قال والله من 15-18 كيلو قمت أمشي الحين 12 كيلو 10 كيلو فبده يعمل العملية على أساس يرجع لنفس المستوى. فقلت له خلاص you're ready okay good let's do it ما دام أنت you motivated you motivated me actually to do the surgery. سوينا له العملية ما شاء الله والحين رد يرجع نفس المسافة. حتى حد شالنج تيم قال لي علي يوم قعدنا مع الرجال قال لي علي أنت كم قلت له المفصل بيكمل معه كم بيعمر معه قلت له يعني حوالي 20 سنة قال لا هذا بيعمر معه 5 سنين عم بيفرم وفرم للمفصل. فقلت له لا it's okay يعني it's not a problem لأن المفاصل الحديثة يا طويل العمر يعني عندنا better plastic من السابق عندنا المفصل نفسه حتى يعني الناس الصغار في السن نشاطها عالي في مادة مصنوعة من أوكسينيوم هاي مثل السيراميك بس حديد فبيعطي ملمس ناعم وبالمختبر لما سووها على السايكلينج الحركة اليومية والنشاط اليومي للناس اللي عمرها تقريبا أقل عن 60 سنة عمر معهم تقريبا 30 سنة. فوي هاف ريلي جود امبلانتس. ممكن الشخص اللي يعمل توتال ني ريبليسمنت يرجع لمثلا للركض للسايكلينج سؤال جدا في محله. اول شيء اقول لهم هذه الرياضه الجري انسى لان نحن سوينا لك المفصل الصناعي انك انت تمشي تعمل بايسيكل سباحه بس الهاي امباكت سبورت راح تقلل من فرص المفصل يعمر معك 20 فوق ال 20 سنه. فانا انصحه انه ما يجري بس فيهم يعملوا تقريبا يرجعوا لحياتهم شبه طبيعية ما عدا الجري. مع أن في دكاترة يعني يقولوا لك خليه يجري بس أنا أشوف أنه this is not the right advice يعني نحن لازم ننصحه أن نحن ما يقلل الامباكت نقلل الامباكت. أيوة. والأشخاص اللي بيكون عندهم أوجاع بعد العملية يعني بيعمل العملية كل شيء ناجح بالأشعة كل شيء ناجح بالقوة العضل بس بعده موجوع total knee replacement شو بيكون السبب؟ أي جنرال. معضلات أول شيء نحن أول شيء نشوفه لازم نشيك على الأشعات إنه ما في أخطاء فنية. نسبة حدوث الأخطاء الفنية في العمليات بالعمليات التقليدية بدون الروبوت نسبة حدوثها 20% وهي نسبة كبيرة. من كذا نستخدم الروبوت لأن الدقة في العملية تنفيذ العملية بحيث أن كل شيء يكون 99.5% أنت في الهدف يعني 0.5% نسبة حدوث خطأ وحتى الخطأ أقل من 1 فأنا أقدر أقول لك إياها 100% ما في errors. أما بالطريقة التقليدية يعني أنت بتعطي كل جهدك وساعات تندهش تشوف الأشعة تقول كيف صار هالشيء أنا بالعملية أنا عملت كل شيء perfect فا it's very frustrating. فأنا أول شيء أسويه للحالات اللي بتجي عنده آلام بعد العملية بنعمل أشعات بنعمل أشعة مقطعية بحيث نشوف دوران المفصل كل شيء مسويه بيرفكت. إذا كل شيء بيرفكت بعدين نسوي فحوصات دم نشوف هل في التهابات جرثومية على سبيل المثال أو التهابات في المفصل. رقم 4 نشوف والله يعني هل كان في داعي للعملية ولا لا أقول له جيب الأشعة السابقة يمكن. وآخر شيء expectation تبع المريض. في مريض العملية ممتازة كل شيء ممتاز كل شيء بس توقعات المريض إنه هو راح يرجع يركض راح يرجع مثلا بيصلي على الأرض وهو ما كان يصلي على الأرض صار له 10 سنين. ففي ناس مش راضية لأنه هو توقعاته فوق توقعات الجراح. فضروري جدا أنا إنك تقعد مع المريض وتشرح له بالضبط شو توقعاتنا نحن كجراحين من المريض بعد العملية ونشوف هل توقعات المريض مع تناسب توقعاتنا ولا فوق توقعاتنا. إذا كان فوق توقعاتنا نقول اسمح لي العملية ما راح مش مناسبة لك. فهاي جدا مهمة يعني
لازم يكون in the right mindset يعني يعرف شو متوقع بعد العملية لحتى في ناس بيقولوا بس أنا كنت متوقع إنه أرجع أركض أو وأكثر شيء خاصة نحن مجتمعنا بيقولك والله أنا ما أقدر أصلي على الأرض فالعملية فاشلة فترجع للمريض هذا تقول أنت قبل العملية كم صار لك ما تقدر تصلي على الأرض والله صار لي فوق 3 سنين أعصابه والعضلات والأوتار ما بتتحمل الأوتار ما تتحمل الكوادرسبس قلت قصرت فانت قاعد تطول في عضله تقلصت يمكن الوجع بيجي من العضل بيصير مش من العمليه ابسولوتلي فجدا مهم تثقيف المريض دكتور هيك ختاميا للحلقه بدنا عندك شيء قصه هيك صارت معك ما بتنساها بتضحك هيك ممكن فاني ستوري والله انا حتى لو من ايام ايرلندا او فاني ستوري الحين مع عمليات الروبوت كثير مرضى يتحسبوا يعني احنا يعني جايبين الروبوت روبوت اللي بيسوي العمليه وانا قاعد اشرب قهوه يعني فجاني مريض لسه بيعمل التخدير قال وين الروبوت قلت هذا الروبوت الروبوت عباره عن شاشه ويو اس بيج سي بي يو يونت اللي هو فيها الكمبيوتر الكمبيوتر قال لي هذا كمبيوتر قلت له ايوه هو هذا كمبيوتر قال لا الروبوت لازم يشون مثل روبوت يعني في ناس يقول لي الروبوت سيرجري مثل روبو كاب يكون موجود اللي بيعمل العملية الدكتور علي قاعد بيقرأ جريدة يعني الروبوت بيخلص العملية بيشيك على الروبوت إذا عم يعمل شغله صح دكتور علي أنا كتير انبسطنا كنت معنا اليوم بالحلقة وضحت كتير أشياء للمرضى واللي عندهم خشونة بالركبة واللي عندهم واللي لازم يستبقوا مشاكل إنه يصلحوا أشياء بركبهم قبل ما يوصلوا أبسولوتلي دائما المريض من يحس بألم بجسمه يعني يروح عند دكتور يشيك وياخذ استشارة ويعني مثل ما قلنا الرياضة السليمة تقوية العضلات الوزن السليم هذا راح يكفيه ويمنعه من مشاكل في المستقبل شكرا كثير حبيبي الله يسلمك كثير انبسطت ماي بليجر الله يسلمك ماي بليجر الله يحفظك الله يسلمك ماي بليجر ثانك يو